أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم نوّر قلوبنا وعقولنا ووجودنا وبيوتنا وبيوتك بنور القرآن. پروردگار عالمان قلیان تلاوت قرآن رو گنسه مرا حساب لانا. حضرت پیغمبر همس صلی الله علیه و سلم شرف داریه. من یه لرده گل اربل بود که متوالر و حاضر با مستمان جمعی خدا اندلر تمام نه که متوالر خلاری باشه اند قلی پروردگار عالم بیاست لامزیم. وقتی سعادتی بولم نکاح لرن حضرت پیغمبر همس آن لرن زور ترده بگندک. حضرت علی کرام الله و جهون فاطمه زهرا آن لرن زور ترده بگندشون طایب حیات نتایل اول نسیل گنیدک. صالح پرورده اولادلر قاری قرا عالم با عملر سلسله اسم پرورد ازب قوی مگن همیش از این پرورده یورتی لرن بر آفات لرد ازاق قلب من بی داملا لرمز یم برم ازاق ایل پرورده اولاد مناش اولوق زاد لر حضرت داملا لرد حضمت لر نست ایلگن اللهم تقبل منا اینه کنت سمین علیم برحمت گرم.